إذاعة جمهورية العراق من بغداد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يرقد الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، نزيل البصرة، الذي هاجر من المدينة ووصل به الحال إلى البصرة، عاش فيها حيناً من عمره حينا طويلا وتوفي فيها. فهذا هو أنس رضي الله عنه الذي سنتكلم عنه قليلا حتى نعطيه بعض حقه الذي علينا، الذي يجب أن نعرفه عمن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصل عنه الحديث والعلم وهداية الناس. هو أنس بن مالك بن النضر أحد بني النجار من الأنصار في المدينة النبوية، وأمه أم سليم الرميصاء بنت حرام بن ملحان، نحن لا نتحدث عن أثر بسيط موجود في هذا المكان، لا نتحدث عن رداء صحابي ولا نتحدث عن عصا صحابي، وإنما نتحدث عن جثمان صحابي خدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكثر من 10 سنين. هذا الصحابي بدأت حكايته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاءت به والدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت له: يا رسول الله، هذا أنيس غلام لبيب، فوهبته لك أو اجعله خادما عندك يا رسول الله. فتقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له بأن يطيل الله بعمره وأن يكثر من ولده وأن يزيد في رزقه. عاش أنس في كنف النبي عليه الصلاة والسلام خادما وصاحب نعله الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط، ولم يزجرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوال خدمتي له. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدما حصل ما حصل من حروب الردة، طبعا شارك في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك شارك أيضا في بعض حروب الردة التي حصلت من بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وتوفي وأنا ابن 10 سنين، وأنا ابن 20 سنة، فخدمه 10 سنين، أي كان شابا حينما توفي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه كما يعني يروي أهل الحديث والسنن والسير أن أنس كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام وصاحب نعله وصاحب إدواته، أي يعني للوضوء وللغسل، وشهد معه 8 مشاهد من الغزوات، وكان معه في حله وترحاله، أي أكثر الناس أو من أكثر الناس ملاصقة للنبي عليه الصلاة والسلام، فحفظ عنه الشيء الكثير الكثير وحدث عنه الكثير الكثير.
وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنس رضي الله عنه يروي حديث أو يتكلم بكلام عجيب، يقول: اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة، اليوم الذي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، ما رأيت أنور ولا أحسن من المدينة في ذلك الوقت، ما رأيت يوما على المدينة هو أنور وأحسن وأفضل من ذلك اليوم، واليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: أظلمت المدينة. فسبحان الله، تنورت بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وفقدت هذا النور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة قال: فجاءت بي أمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماسكة بيده، قالت: يا رسول الله، هذا أنس ابني أنس يخدمك. يعني هي جعلته كهدية تتحف به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخدمه. قال أنس: كان عمري 10 سنين، فخدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خدمته 10 سنين، وتوفي وأنا ابن 20 سنة. قال: خدمته 10 سنين، فما قال لي يوما لما لم تصنع هذا، وما قال لي يوما لما صنعت هذا. كان إذا أحب الطعام أكله، إذا لم يحب الطعام تركه. قال: وما يعني أسمعني كلمة وما ضربني يوما قط. أنس رضي الله تعالى عنه يوما يقول: جاءت بي أمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أنس خادمك. يعني تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. يا رسول الله، أنس خادمك، أيدعو له؟ يقول: قال: اللهم ارزقه، اللهم كثر ماله وكثر ولده وأطل عمره واغفر ذنبه. كثر ماله وكثر ولده وأطل عمره واغفر ذنبه. يقول: فمالي الناس مرة في السنة تحمل بساتينهم، وأنا مرتان في السنة تحمل إلي الثمرات. فكثر الله ولده وكثر أمواله. تقول ابنته حفصة، حفصة بنت أنس بن مالك رضي الله عنه، ماذا تقول؟ مع كثرة بناته تقول: كان أبي يكسون الذهب والحرير. كان أبوها أنس يكسوها، هي وأخواتها والنساء جميعا، الذهب والحرير. فانظروا إلى كثرة ماله التي بوركت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أرجو الرابعة، أي أن يغفر الله تعالى لي. وهذه نحن لا نشك بهذا، لأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نطمع من الله أن يغفر لنا ذنوبنا. فجاء أنس رضي الله عنه وأرضاه إلى مدينة البصرة، وتشرفت به مدينة البصرة، وبدأ بنشر العلم في هذه المدينة المعطاء، مدينة البصرة الفيحاء، المدينة المباركة الطيبة. فبدأ بنشر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه يعني قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقارب 2286 حديث، 180 حديث منها في صحيح البخاري ومسلم، والأحاديث البقية الموجودة في كتب الحديث. فبدأ بنشر العلم، وهذه طبعا هي كانت مسؤولية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، حينما تفتح الأمصار
فيهاجر الصحابي إلى المدينة الفلانية، يهاجرون إلى إيران، يهاجرون إلى بلاد بعض بلاد البعيدة عن مكة والمدينة، يهاجرون إلى شرق آسيا حتى ينقلوا العلم وينقلوا رسالة الإسلام وينقلوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمكث هنا وبدأ بنقل الحديث وبدأ بنقل العلم إلى أهل البصرة، وتعلم أهل البصرة الحديث منه ونقلوا عنه الحديث، وكان له من الأولاد ما يقارب 80 ولدا، يعني كان له ما يقارب 80 ولدا، عفوا، كان له من الأولاد ما يقارب 80 ولدا وبنتان، وذلك لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. إذاعة جمهورية العراق من مغرب. البصرة سابقا، ربما البعض يسأل لماذا دفن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا المكان، وما هو سبب وجوده في هذه يعني الشبه صحراء الموجودة في مدينة البصرة الفيحاء. مدينة البصرة سابقا كانت في هذا المكان، يعني الحدود الجغرافية كانت في هذه المنطقة، منطقة الزبير، ثم بعد ذلك تحولت مدينة البصرة من مدينة البصرة القديمة إلى مدينة البصرة الحديثة. من أكثر الانتكاسات التي عاشها سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه هو ما جرى بينه وما بين الحجاج حينما كان واليا على البصرة، فآذاه الحجاج بكلامه وختم على يديه وقال هذا، أو كتب ختما فيه هذا عتيق الحجاج، في إهانة إلى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه صبر واحتسب وقال في حينها إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه لم يكن يريد أن تكون هناك فتنة. أنس رضي الله عنه يعني عمر كثيرا، وكانت له بعض المواقف، منها موقف مع الحجاج، يعني الحجاج لم يرتضي موقفه فوسم على يده وعلى رقبته عتيق الحجاج. دخل أنس مرة على، يعني هذا طبعا فعل مع كثير من الصحابة والتابعين، دخل على الحجاج فأسمعه الحجاج كلاما، قال لولا لا يعني صلبتك ولا عملت فيك كذا. قال له أنس أتتكلم معي؟ قال نعم معك. قال حسن، فخرج إلى بيته فكتب كتابا من ساعته إلى عبد الملك بن مروان، قاله من أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله عبد الملك بن مروان، أما بعد فأنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن النصارى يعني لديهم الآن خادم النبي عليه الصلاة والسلام لذهبوا إليه يخدمونه. الحجاج آذاني وأسمعني كلاما وأسمعني ما أغضبني وما أحزنني، فأعدني عليه، أعدني يعني أنا الآن هو عدوي فأريدك معي عليه، رجع لي حقي والسلام. فلما وصل الكتاب إلى عبد الملك قرأه فاستشاط غضبا، فدعا بكتاب فقال من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج، يا ابن يوسف أنسيت مقامك؟ أتعنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم من كان يخدمه سنين ويأتمنه على سره وعلى الوحي؟ إن لم يعفو عنك ويرضى عنك أرجعتك القهقرة، أي سأفعل بك وسأطردك، ستترجع إلى ما كنت قبل أن تصير أميرا.
فلما وصل الكتاب إلى الحجاج قرأه فانتفض وقال يا أصحابه قوموا بنا الآن إلى أبي حمزة. فراحوا إليه يمشون وقال له يا أبا حمزة لا تغضب علي يا أبا حمزة، وأراه كتاب عبد الملك بن مروان. قال هذا الذي أريده، جزى الله خيرا أمير المؤمنين، هذا الذي أريده. قال إن رضيت عني، حجاج يقول له، فاكتب كتابا إلى عبد الملك بن مروان إلى أمير المؤمنين حتى يرضى عني. انظروا إلى مكانة أنس، فكتب له كتابا. طبعا هذا المرقد لم يكن بهذا الشكل ولم يكن بهذا العمران، وإنما كان قبرا صغيرا، إلى أن دخل، طبعا دخل البريطاني في مدينة البصرة الفيحاء، كان هذا هو مرقد، وكانت هذه المنطقة فيها مخازن للبريطانيين تسمى مخازن أنس. في فترة الثمانينيات وفي فترة التسعينيات تقريبا هكذا بدأ الاهتمام وبناء هذا المرقد، فبني هذا المرقد وكان تحفة معمارية يأتيها الزائر من مختلف المحافظات. طبعا الزائر المهتم في السياحة الدينية من مختلف المحافظات ويأتونها من مختلف البلدان، يأتي لهذا المرقد من مختلف البلدان الإسلامية. وإلى أن حصل ما حصل من تدمير، من بعد ما حصل من انتكاسة ومن أحداث ومن حقبة تاريخية مظلمة كانت في العراق، فدمر هذا المرقد وأحرق لأكثر من مرة. عاش أنس صحابي بين الناس وعاش يعني عاش حياة طيبة، حياة هادئة، إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى في هذا المكان المبارك. طبعا هذا المكان وهذا المرقد هو أقدم من مقبرة الحسن البصري. لماذا؟ لأنه حينما توفي أنس بن مالك أوصى بأن يصلي عليه المفسر والتابعي الجليل ابن سيرين، فصلى عليه ابن سيرين صلاة الميت حينما مات في هذا المكان، وأوصى أنس بن مالك أن تدفن معه عصا كان يحملها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا المرقد موجودة عصا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أوصى أيضا شعرات كانت عنده لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لأصحابه إذا مت فاجعلوها تحت لساني، فدفنت معه شعرات النبي عليه الصلاة والسلام وعصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا لم يكن المرقد بهذا الشكل ولم يكن بهذا الحجم، وإنما كان مرقدا صغيرا، كان قبرا صغيرا، إلى فترة من الفترات خصوصا حينما دخل البريطانيين إلى مدينة البصرة الفيحاء وإلى العراق، ويعني دخلوا إلى مدينة البصرة، كانت هذه المنطقة فيها مخازن، مخازن للأسلحة، مخازن للأعتدة، فكانت تسمى هذه المنطقة أو كانت تعرف هذه المخازن بمخازن أنس. واستمر الحال إلى ما كان عليه من مرقد وقبر صغير إلى سنوات تقريبا التسعينات الثمانينات، حينما عمر هذا المرقد بهذه الحلة الكبيرة، وكان في الحقيقة تحفة معمارية يأتيها الزائر من مختلف المناطق، سواء كان من مختلف البلدان، من طبعا الأشخاص والناس المهتمين بالسياحة الدينية. أنتم تعلمون في هذا الزمان كل دول العالم تدفع نحو السياحة الدينية لكونها مورد اقتصادي مهم لهذه البلدان. فكان هذا المرقد مزارا، وكان هذا المرقد تحفة معمارية يأتيها الزائر من مختلف المحافظات ومن مختلف البلدان، إلى يعني بعد الأحداث التي حصلت والفتنة الطائفية التي عمت في البلاد وحصل تدمير لهذا المرقد. هذا المكان إلى الآن هو يعني خارج البصرة، ليس داخلها، في منطقة الشعيبة خارج الزبير وخارج البصرة بحد ذاتها. وهذا المكان اللي هو المرقد هو أصلا من ضمن مصنف عند الحكومة العراقية من التراث، مكان آثاري، من الآثار، على أنه جامع آثاري. يعني أسأل الله تعالى أن يهيئ لهذا المكان يعني أمر خير، أن يرتب، أن تقوم فيه حراسة، أن يحفظ لصحابتي وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العراق مكانتهم الطبيعية
صلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمهورية العراق من مغرب.